السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في هذه العروض الوطنية لبيم المغرب اللي هتكون يوم الغد ان شاء الله الجمعة 2 غشت 2024. على بركة الله غادي نبداو الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ولا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك وتخليو لنا تعليق نشوفوا فيه الرأي ديالكم في هذا المحتوى. بسم الله على بركة الله. معنا هذا الخلاط الكهربائي ميكسور بلاندر الكتريك من لاماك افوس، سعه الكاس الزجاجي ديالو 1.5 لتر، لا بويسون 600 واط زائد الكاس ديال العطريه، غادي يلقاوه ب 180 درهم اللي هي 3600 ريال. كاين ايضا هذه العلبه ديال الادويه الاسبوعيه بواد دو ميديكامون. هاد العلبه ديال الادويه جاتنا بزاف ديال الوينات مختلفين، غادي يلقاو الواحده ب7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال العلب ديال المطبخ اللي جاونا بثلاثه ديال القياسات مختلفه من الصغير للكبير. بالنسبه لهاد العلب الصغار السعه ديالهم 710 مليلتر، المتوسطين 1600 مليلتر، العلب الكبار 2700 مليلتر. 9 ديال الوحدات منهم غادي يلقاوهم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. كاين ايضا هاد الطقم ديال الخلاط يد سي دو ميكسور بلونجون اللي عنده واحد لاكاباسيتي ديال الكاس ديالو 1 لتر، لا بويسونس اللي جا به هاد الميكسور بلونجون 300 واط، غادي يلقاوه بثمن ديال 180 درهم اللي هي 3600 ريال. لا ماتيغ باش مصنوع اسي انوكسيدابل. كاين ايضا هاد المجموعه ديال ثلاثه ديال العلب ديال التحفيض بلاستيكيه بالغطاء ديالهم، السعه ديال كل وحده 900 مليلتر، جاونا بثلاثه ديال الوينات مختلفين، هما بثلاثه غادي يلقاوهم 15 درهم اللي هي 300 ريال. كاين ايضا هاد المنظم متعدد الاستعمالات اورغانيزاتور دو كويزين ملتي فونكسيون اللي جانا من البلاستيك كيفما كنلاحظوا، هذا هو الشكل ديالو، فغادي نلقاوه بثمن 40 درهم اللي هي 800 ريال. كاين ايضا هاد الصحن زجاجي اسيات اون فيغ اللي القطر ديالو 28 سنتيم، غادي نلقاوه ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. هاد المنظم ديال البيض اورغانيزاتور دي زوف جانا بجوج ديال القياسات، بالنسبه لهاد الصغير اللي كيهز 6 ديال الوحدات ديال البيض غنلقاو ب7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال، جا فيه جوج ديال الوينات. اما هاد المنظم الكبير اللي كيهز 12 بيضه غادي يلقاوه ان شاء الله بالثمن ديال 10 دراهم و90 اللي هي 220 ريال. كاين ايضا هذه المجموعه ديال الادوات للحمام سي دو 3 اسيس و اكسسوار سال دو بان، هما بثلاثه بهم، هذا هو الشكل ديالهم، غادي يلقاهم 80 درهم اللي هي 1600 ريال. كاين ايضا هذه الفرشات للحمام بروس دو تواليت اللي جاتنا من البلاستيك وفيها بزاف ديال الالوان مختلفه من بينهم الابيض والاسود والرمادي، غادي يلقاوها ب 30 درهم اللي هي 600 ريال. كاين ايضا هاد العصا للبس الاحذيه اللي جا فيها حتى هي اللوينات من البلاستيك، غادي يلقاوها ب 5 ديال الدراهم القطعه الواحده يعني 100 ريال. كاين ايضا هاد المنظم ديال الاحذيه غوم اشوسيغ ستار من البلاستيك، غادي يلقاوه ب 8 ديال الدراهم اللي هي 160 ريال. كاين ايضا هاد العلبه الزجاجيه اللي جاتنا بجوج ديال القياسات، بالنسبه لهاد الصغيره العلبه الزاج اللي الغطاء ديالها بلاستيكي السعه ديالها 720 مللتر، غادي يلقاوها ب 26 درهم و90 اللي هي 540 ريال. اما هاد العلبه الثانيه اللي جاتنا بثمن ديال 40 درهم فالقياس ديالها كاين ايضا هاد القاروره هاد البوتاي الزجاجيه اللي السعه ديالها 1 لتر، غادي يلقاوها ب 20 درهم اللي هي 400 ريال. بالنسبه لهاد اللوح للتقطيع مع المصفات ديالو بلونش ادي كوبي افيك باسوار من البلاستيك، غادي يلقاوه بالثمن ديال 12 درهم و90 260 ريال، جاب جوج ديال الوينات.
كاين ايضا هذه المجموعه من 3 مصابيح مع جهاز تحكم عن بعد. هاد 3 ديال المصابيح مع التليكوموند ديالهم غادي يلقاهم 50 درهم اللي هي 1000 ريال. كاين ايضا هذا الوعاء للقياس بو اميزوري من البلاستيك واللي لا كاباسيتي ديالو السعه ديالو 500 مليلتر نص سترو، غادي يلقاوه بثمن 5 دراهم و90 اللي هي 120 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال 3 ديال الكؤوس اللي جاونا ب 3 ديال ديزاين مختلفين، هما بثلاثه غادي يلقاوهم ب 30 درهم اللي هي 600 ريال. معنا ايضا هاد الفرشات للتنظيف بغوس دو نيتواياج دو بوتاي من البلاستيك، جاتنا فيها بزاف ديال اللوينات، غادي يلقاوها ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. بالنسبه لهاد الحاجز الباب بيتي دو بورت، جوج ديال الوحدات غادي يلقاوهم ب 5 ديال الدراهم اللي هي 100 ريال. كاين ايضا هاد الصفايه للشاي زائد الفاصل للبيض باسوار اتاي زائد سيباراتور اوف، هما بجوج من البلاستيك غادي يلقاوهم ب 5 ديال الدراهم اللي هي 100 ريال. كاين ايضا هاد فلتر ديال الزيت فيلتر اويل ستار من البلاستيك، جا فيه اللوينات، غادي يلقاو ب 4 ديال الدراهم اللي هي 80 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال جوج ديال العلب للتحفيض اللي السعه ديالهم 1500 مليلتر في كل واحد، هما بجوج غادي يلقاوهم ب 15 درهم اللي هي 300 ريال، جا فيهم 3 ديال الوينات مختلفين هادو من البلاستيك. اما هاد الصفايه بمقبض باسوار افيك بواني من البلاستيك وجا فيها بزاف ديال اللوينات، الواحده غادي يلقاوها 12 درهم و90 اللي هي 260 ريال. كاين ايضا هاد الوعاء للخلط بول اميلونجي من البلاستيك، غادي يلقاوه بثمن 12 درهم و90 اللي هي 260 ريال. كاين ايضا هاد الصفايه باسوار اللي جا فيها حتى هي بزاف ديال اللوينات بلاستيكيه، غادي يلقاو الواحده ب 7 ديال الدراهم اللي هي 140 ريال. وهكا غادي نكون وصلنا لنهايه العرض ديالنا ليوم الغد ان شاء الله الجمعه 2 أغسطس 2024. وإلا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك، ما تزيدوش تشجعونا على إعطاء المزيد، وإلى عرض قادم إن شاء الله.